أهلا بكم مشاهدين أعزاء، هذه حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج أحياء في الذاكرة، نشاطر الأحزان، أسرة من الأسر المكلومة التي فقدت عزيزا لديها في المجازر التي حدثت منذ الانقلاب العسكري وما زالت تحدث حتى الآن. نحن على موعد مع بطل من أبطال محافظة إسكندرية، شهيد من شهدائها الذين قضوا لأنهم رفعوا صوتهم بالنداء بالحرية وبصوت الحرية، وظنوا أن هناك من سيسمعهم فإذا بالرصاص هو الذي يتعامل معهم. معنا اليوم شاب من الشباب الذي لم تغادر يديه المسبحة ولم يغادر قلبه المصحف الذي كان يتهجد به طوال الليل بين يدي ربه. هذا هو الشاب الذي أراد عهدا جديدا وصناعة جديدة لوطنه، فلم تمهله رصاص القناصة لذلك. نحن مع بطل من أبطال الإسكندرية، نحن مع أسامة أحمد الدسوقي. أسامة أحمد الدسوقي ولد في الأول من يوليو عام 1980، تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 2002، تزوج عام 2006، وله ابنان أحمد 6 سنوات وعز الدين 2. مرحم، هو كان سيدنا، كان سيدنا سيدة جامدة، خلانا روحنا عمرة وخدناك ازاي، فسحنا ودنا أماكن عمرنا ما شفناها. نشأ أسامة الدسوقي في أسرة مصرية عرفت معنى الترابط الأسري، فتأصل في نفسه بر والديه وحب إخوته، ومن ثم زوجته وأولاده. كان محبوبا بين زملائه، متفوقا ومجتهدا سواء في دراسته أو في عمله فيما بعد. هو الوحيد اللي كان صاحب الشغل بيأمن عليه، مش هلاقي واحد كان بيحافظ على ماله زي أسامة. كان لأسامة شأن مع الله، فكان كثير الذكر كثير القيام والتهجد. هو أسامة كانش بيسيب فرد في المسجد على طول، قيام الليل الفجر، صلاة الفجر أساسي في المسجد، دي غرفته على طول بيحب يقعد فيها، ودي المصلية بتاعته، كان بيصلي على طول دايما في الأوضة ديت، ومصحف قيام الليل، والسبحة بتاعته كان دايما يمشي بيها هنا، كانش على طول يذكر الله، لسانه على طول بذكر الله. دي يعني ما بيطلعش هو من الأوضة دي، اللي يعتبر خلوة بتاعته هنا في الأوضة دي. في الوقت الذي انصرف فيه الشباب إلى اللهو واللعب، كان أسامة مهموما بحال أمته، ومع الأزمة السورية ونزوح السوريين إلى مصر كان لأسامة مشاركة فاعلة في تسكين وإعاشة الأسر السورية النازحة. هو كان بيجيب بطاطس، أنا كنت بشيل معاه وكنت بساعده، وكنا احنا الاثنين كنا بنعمله كل حاجة. كل لما اجيب طقم جديد ويصغر عليا انا بديه صوجة. حتى كان يوم فض اعتصام رابعة العدوية، كان أسامة في الإسكندرية يومها، هاله مشاهد القتل والإبادة، نزل في الصباح الباكر ليصرخ بأعلى صوته علّه يستطيع أن يوقف بصوته شلال الدم المتدفق على أرض رابعة. اتصلت به الساعة 1 واستشهد الساعة 4 العصر، كان شايف الضرب وشغال يعني في كل المحافظات أيامها، وكان استشهد عند مكتبة اسكندرية. اتصلت به قال لي ما تجيش اليوم دوت، قال لي عشان ما يبقاش 2 يموتوا من بيت واحد. إلى أن جاءت رصاصة لتوقف صوت أسامة الهادر ليلقى ربه على إثرها. ده الشال بتاع الشهيد أسامة الدسوقي، كان لابسه يوم الشهادة، حتى الدم عليه ما اتغسلش، ريحته مسك، ما واحنا سبناه يعني بدمه كده ذكرى ليه. أعمال خيرية ومصحف للتهجد ومسبحة يذكر اسم الله بها ويتقرب إليه بها، هكذا وصفه أقرب الناس إليه، هكذا وصفه والده ووصفه من حوله. فلماذا يخسر الوطن دائما أمثال هؤلاء الذين بينهم وبين ربهم علاقة ربما نرحم بسببهم ونرزق بسببهم؟ اسمحوا لي أن أتقرب من أسرة الشهيد أسامة أحمد الدسوقي لنتعرف عليهم عن قرب. معي السيدة والدته الحاجة فوزية
وأيضا زوجته الكريمة السيدة فاطمة. أبدأ أولا بسيدة أم أسامة. سيدة أم أسامة، طبعا نحن لا نعزيك فنحن نحتسبه عند الله شهيدا، ولكن أيضا الفراق صعب، ويعني كما استمعنا أن ابنك كان من طراز خاص، لم يكن مجرد ابن، كان صديق للأسرة وكان حبيب ومقرب إليهم. احكي لي عن لحظات الفراق، لحظات الخبر الأليم اللي تلقيتيه. حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسة وأعوانه وإبراهيم، ربنا ينتلهم بالمرض اللي احنا فيه بسبب أسامة وسبب الموت بتاعه، منهم لله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، بحسبن عليهم كل وقت، كل وقت بحسبن عليه. أنا كنت متمنية ترابه، الله يرحمه. طيب انت سمعت ازاي الخبر يا امي؟ جالك الخبر ازاي؟ هو كان يوم 14/8 قدام مكتبه الاسكندريه، خرج لينادي بانه يعني هذا الدم المسال في رابعه العدويه يجب ان يتوقف. انا كنت بكلمه وبقول له يا اسامه انت عامل ايه وكده، قال لي دعينا بس بالاسئله. بعديها لقيت الخبر كده، كان خبر مؤسف قوي وخبر صعب قوي علينا انا وابوك، اللي محتاجين له وعياله، فاهم؟ فايت فراغ جامد مننا، شايف فراغ جامد مننا قوي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب. الظلمه، لماذا قتلوه يا امي؟ اشوفهم يوم يا رب. من وجهه نظرك ليه قتلوه؟ قتلوه هو بيعمل الخير، هو بيعمل شر. واحد مات دينه واسلامه، هم مش عايزين كده، عايزين الناس تبقى فايحه. طب يا امي، هو ما كانش ابدا يعني عنيف مع اللي حواليه؟ كانش بيتعامل بعنف مع اصحابه ومع اسرته؟ ازاي كان بيتعامل مع الناس؟ شخصيته كان شكلها ايه؟ لا، شخصيته جميلة جدا وكل الناس بتحبه، ما فيش حد بيترقى، المزايا بتاعته موجودة، سيرته جميلة كده. شفتي جثمانه يا امي بعد ما توفى؟ شفت. شفتيه ازاي؟ كان شكله ايه؟ شفته كان جميل قوي، كان جميل قوي، ورفع اصبع الشهادة. كان رفع اصبع الشهادة. رفع اصبع الشهادة. وكأنه ولا مضروب ولا في حاجة. منهم لله. وشه كان بيقول لك ايه يا امي؟ وشه كان متبسم، تبسم لربنا. يعني وشه كان زي الصورة اللي أنا شايفها دي؟ يعني كأنه كان عايش لسه، يعني أنا شايف صورة جميلة مبتسمة، فيها مواصفات، فيها مواصفات حد حنين وجميل، وبيتعامل مع الناس كان أحلى. كان أحلى على الغفر، كان أحلى. لأن هو طول عمره مؤمن وموحد بالله، ويصلي الفرض بفرضه، ومتقي ربنا في كل أهله. يعني اهل المنطقه في الشارع في اسكندريه عارفين ان ده راجل بتاع ربنا، وراجل بيصلي في المسجد الفجر وبيصلي قيام وبيعمل اعمال خير. كلهم عارفين كده. ومحدش نسيه ابدا. طب اسمحي لي اسالك سؤال يا امي، وانا عارف ان يعني ايه الام تفارق ابنها الحبيب اليها، خاصه لما يكون بهذه المواصفات وهذه الاخلاق وهذا البر بالوالدين، يعني زي ما سمعنا من ابوه الكريم. يعني يعمل ايه؟ ادينا عيانين اهو. ايه اللي مزعلك قوي وايه اللي مفرحك؟ اللي مزعلني فراقه بس.
فرحانة بولاده اللي حواليا. ولاده مين؟ أحمد أعتقد أحمد وعز الدين. وعز الدين كم سنة أحمد؟ ومراته ست محترم. بتخاف ربنا برضه. راضي عنه يا أمي؟ ما فيش أي حاجة شايلها في قلبك كان بيزعلك في حاجة؟ في حاجة فاكرها له وحشة؟ عمر ده ما كانش ينام إلا لما يبوس إيدي. ما كانش ينام إلا لما يبوس إيدك؟ وهو كان في مكان وأنا في مكان. أما اتصل أقول له أنا ما شفتكش يا أصلا بقالي يومين. أبص ألاقي الساعة 2 جاي. يقول لي أنا جاي لك ماما عشان ما نمت وأنت زعلانة مني. لازم أرضيك عشان أبقى نايم مبسوط. ما عملتش في دنيته حاجة واسعة خالص. ربنا نحتسبه عند الله شهيد. ويعني يا بخت من مات وابوه وامه راضين عنه، يعني دي اكبر حاجه بتقرب لربنا. اسمحي لي اكلم الـ لا راضين عنه جدا قوي حسبنا الله ونعم الوكيل اللي قتله. ربنا يرضى عنه، يرضى عنه برضاكم عنه ان شاء الله. معايا زوجته الكريمه الاخت فاطمه ام احمد. اخت فاطمه، يعني كما نعلم ايضا يعني انت الزوجه اللي بتشيد بيها حماتها وبتشيد بيها الاسره، ودي حاجه جميله. وكانوا بيحكوا كتير عن زوجك، لكن الزوجة احنا تصف زوجها بتكون صادقة بشكل كبير. ازاي انت شايفة اسامة في هذا التوقيت؟ مصيره ايه؟ انت شايفاه ازاي؟ وقلبك مطمن عليه ولا لا؟ هو اسامة يعني من قبل ما من اول ما اتعرفت عليه بتاعت الكتابة وهو شايل هم بلده على طول، لان الكلية وايام فلسطين يعني ما شاء الله خير يعني بطريقة كبيرة جدا يعني. أسامة من ناس يعني الإنسان كان بيتقي ربنا، يعني كان على طول شايف ربنا في كل أعماله، فكان بيراقب ربنا على طول في أعماله، كان حنين علينا وكان كويس معانا، كان حنين جدا معانا وعلى أولادي وعليا. أنت بتقولي لي شايل هموم يعني بلده وأمته، مش فاهم يعني ممكن تفصلي لي أكتر؟ كان بيزعل قوي لما الحاجة بتحصل في الأمة الإسلامية، كان نفسه يستشهد على اعتاب الاقصى، يعني دي كانت امنيه اسامه ان هو كان يبقى في الجيش اللي حرر المسجد الاقصى. وكنا نفسنا ان ابننا احمد وعز الدين يعني كنا احنا بنفسنا ان هم يكونوا في الجيش اللي حرر المسجد الاقصى، وكان نيته ان هم كان لازم يكتموا القران ويروحوا المسجد ويتعلموا، حتى عز الدين سماه على عز الدين القساني في حماس، يعني قال لي عشان ده يعز ربنا يعز الدين ويكون قوه وينصر الاسلام. فاسامه كان على طول بيتمنى الشهاده، انا من يوم ما عرفت اسامه هو كان بيتمنى الشهاده. حتى الموبايل بتاعه رساله الترحيب بتاعته اللي هو مرضتنا شهاده في سبيلك في معركه الاسلام. فانا من يوم ما عرفت اسامه وانا عارفه ان شاء الله اسامه دوت ان اخرته الشهاده، لان تحس ان هو صحيح ان هو شهيد ماشي على الارض، انسان ملائكي، مش من اهل الارض اللي عايشين معانا دول. هي مش مبالغه بس هي دي الحقيقه اللي مع اسامه، وكل اللي عاشوا اسامه عرف كده. فاسامه كان من مهدي ان هو الشهاده ده من ايام 25 يناير طبعا لما كان بينزلوا المسيرات والمظاهرات، حتى لما جه البلطجيه بتهاجم على البيوت وعمل اللي هي اللجان الشعبيه كان بينزل هو واصحابه اللي بيقولوا عليهم ارهابيين، كانوا بينزلوا كان بيحرس الكنيسه اللي جنبنا، كان بيحرس الصحه اللي كانت جنبنا. كنت اقول له اسامه يعني انت نازل تحرس الكنيسه والصحه ومش عارف تحرس بيتنا، وخلي بالك على اساس ان كل شاب كان بيقف قدام بيتي. كان بيقول لي لا انا سايب انت شباب الشارع واقفين معاكي وبيحموا بيتكم وبيحموكم، طب المنشآت العامة دي أنا لازم أقف أحميها أنا كمان أنا وإخواني. وكان نفسي هو والإخوان كانوا عاملين لجان شعبية يعني كان يحمي المنشآت العامة لبلده، في حين أنه حين أصابته أو يعني أسقطته رصاصات القناصة كانت بتدعي وقتها أنه يهدم مؤسسات الدولة ومؤسسات البلد. لا بالعكس، إن أنا ساعة ما كلمت أسامة أنا مكلماه قبل ما يستجيب 10 دقايق. قال لي أسامة إيه الأخبار عندك؟ قال لي الشرطة انسحبت. احنا دلوقتي ماشيين قدام مكتبه الاسكندريه، احنا ماشيين مفيش حاجه زي يوم 22 يناير بالظبط. قال لي شرطه انسحبت ان شاء الله النصر قادم. هم قالوا لهم عدوا، كانوا عايزين يطمنوا انهم يعدوا قدام مكتبه الاسكندريه وما حصلش مشكله. اول ما خلاهم يعدوا كان اسامه كان في الاخر، راح طلع عليه القناصه الشرطه وضربوهم وقتلهم. اساسا انا بمشي كنت بمشي معاه في المسيرات والمظاهرات، اول ما نزل ناحيه الكنيسه او منشاه عامه كان الاخوه بيعملوا قدام كده ويقفوا ويحطوا ايديهم في بعض، وكانوا يعملوا عازل ما بين اي حد يفكر او اي حد يعني ايه مندس ان هو يخرب او يرمي طوب او يعمل حاجه. الاخوه هي اللي
اللي هي ماشيه مسيرتها بتحمي الاسام وبتحمي الكنائس وبتحمي اي منشاه عامه ومنشاه. كل الكذب اللي بيقولوه دوت طبعا ارهابيين شغالين، انت واحمي ارهابيين. طيب لو عايز اي حد احكي لي عن الشهيد اسامه احمد الدسوقي في منزله كزوج كاب وايضا الحاله يعني الاجتماعيه عامه. يعني الحمد لله حالته الاجتماعيه كويسه الحمد لله. اسامه كان الراجل اللي انت تحس ان هو صحيح راجل في بيته، كانش بيخلي بيته محتاج حاجه، يعني لو حاجه بسيطه جدا ما فيش حاجه، يتصلوا بيه عايزين اي حاجه يجيبها لنا. على طول كان بيحب يفتح عياله، كان على طول يحب يدخل السرور على عياله. احنا بندخل المدرسه اي حاجه لازم يكافئه ويجيب لي، يقول لي عشان يحفظ حاجه في القران يحفظه ويديله. كان اسامه هو اللي مجمع القصه بتاعته، هو كبير اخواته كان هو اللي مجمع اسرته، حتى اسرتي انا وعيلتي انا الكبيره بعيلتي الكبيره كلها اسامه كان بيتدخل معاها، كان ما كانش بيسيب حد، كان بيحب على طول يهزهم ويزورهم ويسال عليهم. كان كل عيد يجيب كروت شحن اكتر من 100 جنيه ممكن تنزل على حسابه، ويتصل بالقرايب ويتصل بالاصحاب ويبعت رساله تهنئه. هو ده اسامه. اسمحي لي يا اختي سأعود اليك بعد قليل، وسينضم الينا بعد الفاصل مع اسره الشهيد اسامه احمد الدسوقي صديق احمد الذي عرف عنه الكثير، وهكذا يعني كان يتمنى الشهاده على ابواب الاقصى، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ان ينال هذه الشهاده على ارضه برصاص قناصه من الجيش الذي كان يود ان يشارك فيه لتحرير المسجد الاقصى. أقرب إليه حين يتلقى الضيف عشرات الأسئلة من عشرات السائلين إلا أن اسأل. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء وحلقة من برنامج أحياء في الذاكرة. نحن مع أسرة الشهيد أسامة أحمد الدسوقي من محافظة الإسكندرية التي كان لها نصيب كبير في تلك الدماء التي سالت منذ الانقلاب، في تلك المجازر التي شهدتها محافظات الجمهورية بأكملها ربما. هذا الشهيد الذي ولد في عام 1980 كان شاب له طموحات وله أمال، بنى أسرته وله ولدان أحمد 6 سنين وعز الدين أيضا من أبنائه، وقد كان كل أمنياته أن يشارك في تحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود. هو محاسب بإحدى شركات المقاولات كما قال أبوه، كان مدير الشركة لا يثق إلا به. هكذا كانت شهادة أبويه وشهادة المقربين منه. فماذا يقول عنه صديق أحمد الذي أرحب به الآن عبر سكايب، وأرحب مرة أخرى بالسيدة والدته الحاجة فوزية أم أسامة وزوجته الأخت الفاضلة فاطمة. أستاذ أحمد أهلا بك، وفي الحقيقة يعني الصديق شهادته دائما تكون أوقع بكثير، لأن كل واحد مع صديقه بيكون بحريته بيعبر عن ملامح شخصيته الحقيقية. يعني أستاذنا لو أردت أن أصف أسامة الدسوقي في كلمتين أصفه بالرجولة والحنان، يعني أكثر صفتين كان يميزان أسامة الدسوقي هما الرجولة والحنان. ماذا كانت قضية أسامة؟ أنا سمعت من أسرته أنه كان زي ما زوجته الكريمة قالت أنه كان صاحب قضية وشايل هم البلد، وفي الحقيقة أنا عايز أشوف رؤية هذه القضية من وجهة نظر كنتوا كأصدقاء، إزاي كنتوا عايشين ويعني إيه قضيتكم؟ أنا مش فاهم يعني معنى القضية وأهدافها. أنا تعرفت على الشهيد أسامة الدسوقي بإذن الله أسامة الدسوقي وإحنا في سنة 2001 وإحنا طلبة في الجامعة. أسامة كان له قضية رئيسية هي الدعوة إلى الله والخير للمجتمع، وكان أمنياته فعلا أن يلقى الشهادة على أبواب المسجد الأقصى. أذكر كلمة له لا أنساها أبدا حينما كان يقول لي يا أحمد إحنا دعوة ربنا ماشية بينا أو من غيرنا، بس إحنا لو اتأخرنا
او ما مارسناش دعوه ربنا سبحانه وتعالى، وان تتولى يستبدل قوما غيرك. وكان دائما تجده يعني كنا نتوجه للكليه في الصباح، اي واحد يكون موجود في الكليه الساعه 7 الصبح كان يبقى اسامه دسوقي، واخر واحد يمشي من الكليه كان اسامه دسوقي. كان يقول لي دائما اوعاك تظن انك لما تبعد عن ربنا ده بتبقى انت اللي ولا بتقرب من ربنا بتبقى انت اللي سامح لنفسك. وكان يستشهد بالاثر اللي بيقول ايها البعد عنا ان اعراضك منا، ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك لجعلنا كل من فيك يردنا. طيب لحظات الشهاده على اللحظات الاخيره يعني هل كنت معه اثناء يعني سقوطه امام مكتبه الاسكندريه يوم 14/8 اللي هو موافق يوم فض رابع العدويه؟ نعم. يعني هذا اليوم طبعا ابتدى يوم صعب جدا، وكان الغاز مثيل للدموع يملا المكان، ورصاصات الداخليه من الخرطوش وخلافه يملا المكان. لكن بعد العصر تقريبا كان الداخليه انسحبت، وكنا كان الشباب موجودين على البحر، وكل المتظاهرين خلاص متواجدين على البحر امام مكتبه الاسكندريه. لكن فوجئ الشهيد بسبب دسوقي بان احد القناصه يطلق الرصاص باتجاه هو وصديق الى جواري، فقام باحتضان الصديق فدخلت الرصاصه من كتفه، ثم فوجئنا انها ان يعني صدره او تحت رقبته ينزف دما. يعني هو افتدى احد الاصدقاء، محمد رسول الله حتى خرجت روحه. افتدى احد الاصدقاء، هل اصاب صديقه اي سوء؟ نعم، هو افتدى احد اصدقائه، احد اخوانه يعني في المظاهرات. نعم صحيح. صحيح، هو كان واقف بجواره فلمح القناص وهو يطلق الرصاص باتجاهه، فاتجه نحوه وخده في حضنه، يعني اصابت الرصاص كاتب اسم. ما هي رسالتك اخ احمد اللي بتبعتها للشهيد اسامه وايضا لكل من تريد ان تبعث له رساله؟ يعني انا اقول لاسامه حسبوك مت وانت حي خالد، ما مات غير المستبد المجرم. انا يا استاذنا كنت حاضر قتل اسامه في اليوم التالي، واسامه سقط تقريبا بعد العصر، وكان غسله قبل العصر بساعه على ما اذكر، فقبلته في راسي فاذا بجسدي ووضعت يدي على جسده فإذا بجسدي كله دافئ وكأن ما زال الدم فيه لم يبرد بعد، وكان له ابتسامته، وحتى خرجت روحه كان على لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنا أحسب أسامة حي شهيد عند الله عز وجل كما كان يتمنى، هو نال أمنيته، هو خالد في قلوبنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نلقاه يعني كما كان لقاه أسامة. أما من قتل أسامة فأقول لهم لو قتلتم أسامة أو قتلتم غير أسامة الآلاف فإنكم ملاقون الله وعند الله تجتمع الخصوم. أما أمه وزوجته وأبوه فأنا أقول لهم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أحمد وعز الدين كما كان يحب أسامة، وإن شاء الله سيشفع لكم، ونسأل الله أن ينفعنا من شفاعته. أما أصدقاء أسامة اللي افتقدوه فعلا، لأن أسامة زي ما قلنا لحضرتك كان الراجل الحنين اللي اي واحد فينا لما يتعب يلقي يعني براسه في صدره ويشكو له ولا يتاخر عنه ابدا. فانا اقول لهم اذا كان اسامه قد استشهد فنسال الله سبحانه وتعالى ان نلقى الشهاده على نفس قضيه اسامه. طيب يعني اتحول استاذ احمد الان الى اسرته مره اخرى، السيده الحاجه فوزيه ام اسامه والدته. طيب ام اسامه يعني الرساله اللي تحب توصليها لمين؟ تكلمي مين؟ ولو هتكلمي اسامه دلوقتي وتوصلي له رساله تقولي له ايه؟ ابداي باسامه الاول. اقول له الله يرحمك ويجعلك في الجنه ونعمها واحتفظت الحمد لله سيدي يا استاذ. نعم. في رسائل اخرى توجهيها لاي حد؟ لا ما فيش الا حبايبي الموجودين حواليا بس.
ربنا يبارك فيهم ويجعلهم خير خلف لخير سلف باذن الله تعالى. يا رب يا رب. الزوجه الكريمه واللي ضرب اسامه هيتشفى في قلبه باذن الله. الزوجه الكريمه لو لك رساله في نهايه هذه الحلقه. انا رسالت ان شاء الله لاسامه باذن الله احنا هكمل باذن الله ان شاء الله اللي هو العهد اللي كان عهد ربنا عليه في تربيه اولاده. احنا خلاص اطمننا على اسامه يعني ان شاء الله ان هو شهيد باذن الله، وزي ما حضرتكم قال كان ما شاء الله عليه غسل في الرؤية اللي بيجينا. وبكمل رسالتي للسيسي اقول له ربنا ينتقم منك، واحنا ندعي عليك في كل ادان وفي كل صلاه ربنا يحطك في نار جهنم، كل انت وكل من ايدك وفوضك وراضي عن اللي انت بتعمله انت ومفتي الازهر وكل الناس اللي معاك. وهقول للدكتور مفتي اثبت واحنا معاه، والنهارده كان حاطينه في عينيه زي الاسد اللي حاطينه في القفص عشان ما نسمعش صوته، بس هو قال لنا اللي هو عايز يقوله له بنظراته بوقفته الثابته. ومهما قتلوا منا لو نطلع مننا من غير شهيد احنا ثابتين ومكملين. وبقول لكل الناس المصريين اللي هم الاحرار مش العبيد اللي هم تابعين للسيسي، لازم كلنا ننزل، لازم كلنا نقف مع بعض ونقف وقفه جامده عشان نرجع مكتسبات ثوره يناير، ونرجع كل اللي احنا اللي الشهداء واللي اسامه مات عشانه. شكرا. اسامه مات عشان احنا كلنا عشنا احرار مش عبيد. احنا احتسبنا شهيد عند ربنا عشان نعيشوا حياه حره، ما نعيش حياه العبيد تاني ونرجعوا تاني للحكم العسكري تاني والشرطه تاني وكل المجزره اللي حصلت بتاعت رابعه دم حق الشهداء كلهم في دم في رقبه السيسي ورقبه كل من مؤيده وكل من مشارك معاه وكل من متفق معاه. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا انكم يعني شرفتونا بهذا اللقاء. واحمد بيرفع شعار رابعه، ربما هذه رساله يعني مباشرة من هذا الصاعد الصغير الذي بالتأكيد تربى على حب وطنه كما علمه أبوه. شكرا للوالدة الكريمة الحاجة فوزية أم أسامة، وشكرا لزوجته الأخت فاطمة، وشكرا لصديقه الأستاذ أحمد، كانوا معنا عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء، وكما رأينا لا يكفي الكلام لوصف مثل هذا النموذج لرجل نشأ وتربى ثم مات في سبيل ما يؤمن به من القيم العليا مثل العدل والحرية والعطاء، عاش يهوى العطاء وأبى أن يرحل قبل أن يعطي أغلى ما لديه وهو النفس من أجل العدل والحرية والوطن، ليبقى دائما واحدا من الذين سيبقون أحياء في الذاكرة.